المجلس الأعلى للاتصالات أنشأ سنة 2004، كان المجلس عامل أساسي لتمكين قطاع الأعمال، لتمكين الحكومة ولتمكين الأفراد لاستخدام التكنولوجيا. المجلس له 4 أهداف محددة. الهدف الأول هي تنظيم قطاع الاتصالات في دولة قطر، ولقد بدأ منذ إنشائه في وضع قوانين الاتصالات وقوانين حماية المستهلك. بفتح السوق الاتصالات أصبح هناك مشغل منافس. الدور الثاني للمجلس وضع الاستراتيجية الخاصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للدولة. الهدف الثالث للمجلس هو كأنه CIO لدولة قطر، فهو المسؤول عن وضع جميع السياسات الخاصة في من أمن المعلومات إلى الحكومة الإلكترونية. الهدف الرابع تنمية قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات. المجلس قام بإنشاء عدة شركات، كشركة معلوماتية، كشركة ساتلايت القطرية، وشركة QNBN اللي هي قطر للألياف الضوئية. قام المجلس بإنشاء الشركة القطرية للألياف البصرية، كان الهدف منها توصيل دولة قطر في شبكة ضوئية ذات سرعة عالية. في نفس الوقت هدف الشركة هو المساعدة على خلق بعض الشركات الصغيرة التي تقوم بتقديم خدمات متطورة. الشركة القطرية للأقمار الصناعية تأسست سنة 2010 عن طريق المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تشغيل وتملك الأقمار الصناعية. القمر الصناعي سهيل الذي سوف يطلق إن شاء الله في ربيع 2013 يعتبر أول قمر صناعي قطري. القمر الصناعي بحكم وجوده إذا يضمن استمرارية الاتصالات، فمجرد استمرارية الاتصالات هذه عامل إيجابي وعامل كبير مؤثر على الشركات وعلى المؤسسات وعلى القطاع الاقتصادي والاستثمار في دولة قطر. شركة معلوماتية تقدم عدد من الخدمات، لكن الخدمات الأساسية هي خدمات الاستشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال وضع خطط استراتيجية، خدمات تقديم الحلول والبرامج والتطبيقات لقطاعات حيوية هي قطاع التعليم والصحة والحكومة، وخدمات التشغيل والدعم الفني من خلال شراكات استراتيجية مع عملائنا. نهدف في المجلس الأعلى للاتصالات إلى تسخير التكنولوجيا وتقنية الاتصالات في شتى مجالات الحياة، منها طبعا مجال في القطاع الحكومي، وذلك طبعا لتطوير إجراءات الإدارية في الدولة وأيضا توفير الخدمات بشكل أسهل. بوابة الحكومة الإلكترونية حكومي توفر نافذة موحدة لجميع خدمات الحكومة التي تزيد عن 100 خدمة تفاعلية، وأيضا توفر معلومات كم كبير من المعلومات اللي تفيد المواطن والمقيم في دولة قطر. باختصار، هذا دور برنامج الأمن السيبراني في دولة قطر، تنظيم وتأمين جميع المعلومات اللي موجودة في دولة قطر من المصدر حتى المتلقي. هو برنامج شامل لجميع الشرائح، لجميع الفئات، مقيمين، مواطنين، جميع القطاعات، لأن احنا نؤمن بالتوعية ونؤمن في التدريب، لأن التدريب والتوعية يخلق بني آدم أو يخلق مواطن ومقيم متعلم واعي يسعي بهذا أنه يقدر نفسه يعالج المشاكل اللي احنا نشوفها من فضاء الإلكتروني. عن طريق الخدمات الذي يوفرها مركز مدى الأشخاص من ذوي الإعاقة في دولة قطر، نفتح باب من المعلومات والمحتويات الرقمية للأشخاص من ذوي الإعاقة الذين الآن بإمكانهم أن يعززوا إمكانياتهم وقدراتهم في عالم التعليم وفي عالم التوظيف. الأشياء الأبرز الذي أنجزها مركز مدى هو تطوير حلول باللغة العربية الذي بإمكانها أن تفيد الأشخاص من ذوي الإعاقة في قطر وفي العالم العربي أجمعين.
المفروض الحين يكون التركيز أو الاهتمام كيف تتم الاستفادة من هذه المعلومات، وكيف يمكن توظيفها بحيث أن يكون لها بالفعل أثر إيجابي لتنمية المجتمع ولخلق مجتمع معلوماته.